بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يهتم كثير من الناس أن يحسنوا إلى أنفسهم بالعمل الظاهر، بأن يكون ثيابهم طيبة ونظيفة وحسنة، وأن يكون نعلهم كذلك، وأن يعاملوا الناس بلطف، وأن تكون حياتهم جارية على نسق مستقيم وطيب ومتزن. هذا كله طيب وحسن، بل إن بعضه من جملة ما حث الشرع عليه، وليس في ذلك كبر ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال: ليس ذلك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي رده، وغمط الناس أي ازدراؤهم. فلا بد للإنسان أن ينظر قبل أن ينظر إلى أعماله الظاهرة، أن ينظر إلى أعماله الباطنة، قبل أن ينظر إلى إحسانه في الظاهر أن ينظر إلى إحسانه في الباطن. وأعظم الإحسان أن تحسن ما بينك وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان في حديث جبريل المشهور قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا والله حسبنا في الإحسان. هل نحن نطبق ذلك الإحسان؟ هل نعبد الله كأننا نرى الله؟ هل نحسن فيما بيننا وبين الله؟ أم إننا نجتهد في الإحسان فيما بيننا إن كنا نجتهد في ذلك الباب؟ ولهذا كانت كلمة اليوم كلمة عظيمة وكلمة مهمة في هذا الصدد. هذه الكلمة لأبي سلمة الأعرج، هذه الكلمة لأبي حازم الأعرج سلمة ابن دينار البصري، قال فيها: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد. قال أبو حازم: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد. سبحان الله. وهذا شبيه بما كان السلف يكتبونه إلى بعضهم البعض: من أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. سبحان الله. هذه الجملة أيضا: من أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس. إنه الإحسان الباطن، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تستسر بطاعتك لمولاك، أن تستسر بطاعتك لمولاك. ولهذا قال بعض السلف عليه رحمة الله: إن الرجل لا يبكي 20 سنة وإن امرأته لا تعلم به. سبحان الله. إن الرجل لا يبكي من خشية الله 20 سنة وإن امرأته التي تعرفه والتي تنظر إليه والتي ترمقه ربما لا تعرف أنه يبكي خشية من الله عز وجل. ولهذا من هذه العيون التي لا تمسها النار عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله. ومن جملة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لابد أن نحسن فيما بيننا وبين الله يا عباد الله. ليس الشأن أن تحسن فيما بينك وبين الناس، وإن كان ذلك الأمر مطلوبا، ولكن أعظم الشأن أن تحسن فيما بينك وبين الله. ونريد أن نجعل ترجمة ميسرة لهذا التابعي الجليل أبي حازم سلمة ابن دينار الأعرج التمار، كان يعمل بصناعة التمر وبيع التمر،
وكان من التابعين، كان من التابعين. لقد سمع من بعض الصحابة كسهل بن سعد، وسمع أيضا من كبار التابعين كسعيد بن المسيب، وروى عنه كثير من الخلائق كالزهري ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وكان قاضي أهل المدينة، كان قاضي أهل المدينة، وكان من عباد المدينة وزهادهم، وكان يعظم العلم ويزدري بنفسه. وهذه مسألة موجودة عند كثير من السلف، أنه كان يزدري بنفسه، كان ينظر نفسه بعين المقت، وكان ينشغل بعيوب نفسه ولا ينقر عن عيوب الناس، وإنما ينقر عن عيب نفسه، فيرفعه الله عز وجل ويسدده ويعلي من شأنه. وكان من شدة صونه للعلم أن الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك أرسل لطلبه، أن الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك أرسل لطلبه فقال: ليس لي به حاجة، فإن كان يريدني فليأتني. سبحان الله. وله أقوال رائقة، من هذه الأقوال الرائقة التي تشبه كلام الأنبياء قوله: كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية، كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية. نعم نعم، لأن الله تعالى سيسألنا عن هذه النعم، فإذا كنا نتقرب إليه بعبودية تامة وشكر تام بسبب هذه النعم كان ذلك خيرا، وإذا لم نفعل ذلك كان البلاء عظيما. نسأل الله تعالى العافية. وكان من جملة كلامه الطيب، وكان من جملة كلامه الطيب: من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلوى. من عرف الدنيا، من عرف الدنيا لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلوى، لأن الدنيا معلوم آخرتها، الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أينعت فهي حقيرة، والسعيد من أخذ منها كفافا، والسعيد من تزود منها للآخرة، هذا هو السعيد. ولذلك قال: من عرف الدنيا، أي على حقيقتها، لم يفرح فيها برجاء ورخاء ولم يحزن منها على بلوى. توفي عليه رحمة الله في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 135 وقيل سنة 140 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد الإنسان أن يحسن فيما بينه وبين الله. ولذلك قال بعض السلف: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. الإنسان إذا فعل سيئة فإنه يجتهد في سترها، وكذلك إذا فعل عملا صالحا فإنه يجتهد في إخفائه، لأنه إذا اجتهد في إعلانه فربما أدخله ذلك في دائرة الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم: انظروا إلى من كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم من أجر؟ فيذهبون فلا يجدون شيئا. سبحان الله. فالإنسان لابد أن يحترز من الرياء، وأن يستسر بعبادته، وألا يظهر هذه العبادة أو هذه الطاعة إلا إذا كان هناك سبب. من جملة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إخفاء الطاعة، إخفاء الطاعة. كان بعض السلف ربما اكتحل حتى لا يرى أثر البكاء الذي كان يبكيه طوال الليل، إنهم يخفون الطاعة. أما إظهار الطاعة وتعمد ذلك الإظهار من غير سبب شرعي فأخشى أن يكون ذلك في دائرة الرياء،
أو في دائرة التسميع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إذا لا أجر له في الآخرة لأنه قد أخذ أجره في الدنيا. إنه يريد من التسميع أو الرياء أن يأخذ أجره من الثناء أو الإعجاب أو التفخيم أو ما إلى ذلك. ولذلك كانوا يقولون: من انتظر طرق الباب فقد فسد قلبه. من انتظر طرق الباب فقد فسد قلبه، أي من التفت إلى الناس ينتظر نوالهم وينتظر إحسانهم فسد قلبه، فسد قلبه. ولذلك لابد الإنسان أن يراعي حال قلبه، وأن يعلم تمام العلم أن الإخلاص إذا كان حليفا له سعد بطاعته، سعد بطاعته وشعر بالعز المقيم الذي هو عز الطاعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يصرف عنا معصيته، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.